اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الذي فجأة خطر على بالي او اشتهيت ان اكل هذه المأكولة ظاهرة امامكم. ناخذه يعني للغرض وعاء من البلاستيك وملعقة، واول شيء نبدا بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ها اضع هنا قليلا لكي استطيع ان نرى كل شيء. اضع كل شيء لكي نتمكن من التصوير ويرى الجميع كل شيء بوضوح. احبائي الكرام، خطر في بالي ان اكل يعني هذه السلطة التونسية، فقلت لما لا في هذا الغرض، لما لا نقوم بفيديو وبذلك العديد من المشاهدين الكرام يمكنهم أيضا القيام بهذه الطريقة، ربما سوف تعجب الكثير. وهي سلطة تونسية، لن نقوم بها هذه البسيطة جدا، فقط بصل فلفل طماطم، ولكن سوف ترون هذا الاختلاف الذي يعني السلطة التونسية المشخشخة المشخشخة شخصا. خذوا يعني البصل كما قلت لكم، قصوه هكا حذرا من السكين، يعني بسم الله نقطع هكذا. بعد ان نغسل يعني خضرواتنا الفلفل والبصل، الركائز الأساسية يعني التي سوف أذكرها الآن التي تتكون منها السلطة التونسية هي الطماطم والفلفل والبصل. فلذلك نأخذ الطماطم والفلفل والبصل، هم يعني الركائز الأساسية أو المكونات الأساسية لهذه السلطة. فنأخذ رأسا صغيرا ومتوسط الحجم من البصل، هذا يعتمد على العدد أو الأفراد الذي سوف يقدم لهم هذا الطبق. نقطع البصل هكذا متوسط، لا يكون صغيرا جدا. أخذت الغرض هذا البصل الأحمر، ونضعه هنا في هذا الوعاء كمية كبيرة من البصل. الفيديو كالعادة من غير التزويق، دموعي بدأت بالنزول، وأحب هذا البصل، أيضا الصغير أحبه كثيرا، لأنه يعطي مذاقا مختلفا. سوف أقطعه من الأعلى هكذا، نضعه فوق يعني في مستوى واحد هكذا لكي نقطع مرة واحدة الجزء الغير مراد، الجزء المتكون من العروق نقطعه ونلقي به طبعا. دموعي حبيبي. فنأخذ هنا نقطع هذا، نخرج هذا من هنا ونخرج هذا من هنا، الجزء العلوي فقط هذا أيضا. دموعي حبيبي. ومرة أخرى هذا من هنا فيخرج ينضاف بعد أن غسلته يعني طبعا. عيناي سوف احبتي. فطبعا نضعه في الجزء نفسه كذا تاك، ومنت سمح عذرا لان هنالك هذا نوع الاحتفاظ به، فاقطع فقط الحشائش الزائده من هنا. وطبعا يمكن استخدامها ك سماد طبيعي أيضا لو لديكم وعاء يعني السطل مخصص، لو لديكم يعني في الجردة وكذا. أنا لدي العديد من هذا السماد العضوي، استعمل القهوة أيضا كسماد طبيعي يعني نباتي، هي سماد جيد جدا للزراعات الصغيرة والزراعات المنزلية أو الورود والزهور وكذا. قطعت البصل، لا نستطيع أن نستخدم فقط هذا البصل، هذا نوع البصل أو هذه، ولكن أحبذ الاثنين، أحبذ البصل. حبيبي سامحوني عذرا. هذا البصل من هنا، رائحة زكية جدا يعطي هذا البصل، واو ذكي جدا. فنأخذ الفلفل، فلفل الأخضر، يعني هنالك العديد من الماركات من الفلفل تستطيعون استخدامها، المهم فلفل أخضر لكي يتكون هذا اللون، لونه عالمي إيطاليا، يعني الأخضر أبيض وأحمر.
وأظن هذا اللون يعني مثل في لون البيتزا موزاريلا، فأظن أن هذه السلطة التونسية أظن أن أصلها إيطالي، لأن علمها مثل علم إيطاليا اللون هكذا يعني، والله أحمر أبيض وأخضر. فنحن نقول أنها سلطة تونسية، وعلى ما أظن حسب مكوناتها أيضا وكذا، هي يمكن أن يكون أصلها إيطالي حسب لون علم إيطاليا. فلفل نحن الزريعة يعني بعد أن خسلناه طبعا، نقطعه أجزاء هكذا صغيرة، انظروا تاك تاك، ونضعه في الوعاء. لن نحتاج العديد من الفلفل، يعني واحد فقط يكفي، يمكن أن يكون حارا، يمكن أن يكون حلوا مثل هذا، هذا حلو، فلفل حلو، أخضر حلو، والمذاق. فنقطعه هكذا وهكذا كذا. الفيديو يتواصل، نعم أنا بسد التصوير، تاك تاك تاك. يعني كما قلت لكم لا نقطعه أجزاء صغيرة جدا، لكي تكون يعني دياري هكذا يعني. ها هنالك من يقطع أجزاء صغيرة جدا، هذا أيضا ممكن، كل شخص يعني حسب، هذا ذوق شخصي يعني. أنا أريد سوف آكلها، لن أخفي عليكم، وآكلها بالخبز طبعا، وآكلها بالملعقة أيضا يعني في نفس الوقت، لذلك عندما يكون كبيرا نستطيع أن نتلذذها أكثر. ليس لن أقدمها إلى ضيوف أو شيء، هذا سوف يعني أنظر إلى الجمالية، ولا أعلم يعني أقصها صغيرة يعني بالمجهر، أنا أقص هذا منزلية ومئة بالمئة تونسية هكذا، تاك تاك. هكذا هذا نصف القرن فلفل. يمكن أيضا أن نصنع بها أملات طبعا أيضا، يعني استخدامها ليس فقط هكذا الأكل بالخبز، نستطيع أن نخلطها مع البيض ونعمل بها أملات، يعني تطلع لذيذة 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 للغاية. هذه المكونات يعني مع البيض، واو، تعطي مذاقا رائعا جدا. الذي هذا تاك تاك تاك، هذه الزريعة نقطع الفلان هكذا، هذا كبير جدا، فتاك نعطيه ضربة هنا تاك تاك تاك، ونضعه في الإناء. طريقة سهلة وممتعة في القطع، لا تتطلب مجهودا كبيرا. أنا قرن الفلفل، نخلطها مع بعض المكونات، انظروا المكونات تكفي إلى على الأقل إلى العديد من الأشخاص. سواء الطماطم يمكن أن تكون قليلة، فسوف أضيف يعني طماطم طماطم طماطم. لدي هذه الطماطم الصغيرة، أحبها كثيرا، مذاقها يعني لذيذ جدا، هي حلوة. أحبها، يمكن استخدام الطماطم العادية العادية المعروفة، أنا أحب هذه الطماطم لمذاقها الحلو. هي في القطع يعني على أربعة أجزاء يكفي، تاك نأتي بعدها، انظروا تاك هكذا، بعدها ربما سوف أضيف الطماطم، لا أعلم، سوف نرى مع بعضنا. كانت المكونات يعني متساوية ومتجانسة ومتناسقة كذا، لذيذة جدا، رائحة أقسم بالله العظيم، رائحة بسم الله ما شاء الله، زكية جدا 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 جدا، مع اختلاطها هكذا، واو،
رائحة الفلفل والبصل والآن يعني الطماطم تفوح معها، واو واو صدقوني رائحة زكية جدا جدا جدا. سوف ربما سوف نضيف القليل من الطماطم، نعم سوف نضيف الطماطم على قليل جدا، نضيف 4 قطع يعني سفر الطماطم. لو كانت الطماطم كبيرة يعني لن نحتاج العديد من الطماطم، سوف نحتاج فقط إلى ربما قطعتين يعني 2 من الطماطم فقط، ولكن هذه طماطم ميني فنحتاج أكثر عددا منها. سوف أعطيكم فكرة أخرى، يمكن أيضا أن نطهو صلصة يعني عجة فلفل يعني صلصة ونلقي فيها هذه المكونات هكذا فتصبح فلفل يعني فلفل. سوف انظروا هذه الصلصة نحتاجها تعطي مذاق جميلة، نقطع أكثر هكذا. تك 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 وطبعا نحتاج طبعا سوف نحتاج السكين. طبعا هذه المكونات اول هذا ما سنقوم به اول شيء يعني ها انظروا لونه علم إيطاليا طبعا مثل ما قلت لكم. الخطوة الثانية طبعا سوف نضيف الملح، انظروا لا نضع الكثير من الملح. تك 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 ملح يعطي مذاق جميل جدا. نتذوق نضيف القليل من الملح. انظروا والآن نضيف إليها الفلفل الأسود. يكفي الأسود. طبعا الطماطم تعطيها يعني هذا مياه الطماطم تعطي يعني نكهة فيها. انظروا لما اختلطت يعني جميلة جدا، انظروا والله جميلة جدا. الآن نأتي إلى زيت الزيتون، علي اشتراء زيت الزيتون ف هذه العلبة ستنتهي هذه القارورة تك تك تك، لكن يكفي إلى اليوم. زيت الزيتون هذا المذاق، انتهت القارورة، غدا أشتري قارورة إن شاء الله. أضعه هنا لكي لا أنسى أن أشتري القارورة. الله يبوي مع زوجتي إلى اشتراء الزيت. انظروا تعطيها لمعان ويعطيها مذاقا جيدا جدا. فلا ننسى أيضا الزيتون، انظروا زيتون فقط يعني ها نضعه هنا انظروا تاك تاك قطعوا هكذا فقط تاك انظروا ونخلطه مع بعض. انتهينا من هذه المكونات، فنأخذ البيض. البيض هذا مسلوق يشرى هكذا، انظروا هذا البيض يباع مسلوقا وعندما يسأل لماذا ملون، البيض الملون عندما يكون ملون يعني يبقى إلى مدة طويلة ولا يفسد، فيباع هكذا هذا البيض يباع ملونا هكذا لكي أيضا الأطفال يحبونه ملون. وهنالك عيد هذا عيد الفطر عند المسيح فيحتفلون يأكلون البيض يوم العيد، يأكلون البيض ويقولون أنه عيد الأرنب يعني أوستن فاست، فيزوقون هذا البيض. هذه عادة من عادات المسيح لأنه في القديم يعني لا يأكلون شيئا ولديهم الدجاج، يربون الدجاج واليبيض الدجاج يبيض ويتراكم عندهم البيض، فلكي لا يفسد البيض يعني هذه والله العظيم حقيقة أقسم بالله يعني لا أدجل عليكم، ربما لا يعرفها أحد هذه القصة ولكن هذا والله العظيم حقيقة. فيقومون بتلوين البيض بألوان عديدة لكي يعرف البيض الأحمر هو أول ما بيض. فبعد رمضان يعني عيد الفطر لأن لديهم أيضا هذا العيد يعني لديهم الصيام أيضا فريضة الصيام عند المسيح الذين يطبقون ديانتهم مثل ما جاء في الكتاب يعني
لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيعرفونها الأحمر نبدأ به أولا في عيد الفطر، ونبدأ وبعدها الأصفر والأخضر فبقيت هذه العادة لذلك الألوان. ويباع عندما يزين أيضا لكي يبقى فترة طويلة، لأن عند المسيح يعني فترة الصيام هي 40 يوما أو 45 يوما، فالبيض يفسد إن لم يكن مزين، يعني عندما يضعون فيه الألوان لا يدخل فيه الأكسجين فيبقى فترة طويلة يعني أطول. هذا البيض نحتاجه بعد قليل. يزلق في صلصة زو قطعنا هكذا زو انظروا زو حبيبي، هذا البيض نحتاجه بعد قليل. سو نأخذ علبة تونة، علبة تون هكذا، سمك التون يعني الغني من غني بالبروتين. سو هنا وما سنقوم به الآن، انظروا أحبائي قليلا. سو نأخذ ما نحتاجه لكي لا نفسد جميع السلطة. نأخذ ماء فرشاة ونضع ما نحتاجه من السلطة من هنا، انظروا يمكن أيضا للضيوف أن نقدمها هكذا يعني في هذا الشكل الكبير، يعني هناك العديد يحبذونها هكذا لما لا. بعد أن حضرنا هذه السلطة اللذيذة والطماطم، هذه الألوان تعطيها يعني ميزة جيدة، وانظروا يعني ها المياه، مياه هنا انظروا يا هات الطماطم ترونها شو هذه النكهة لذيذة جدا. نزيد الطماطم هنا فقط للتزويق، ونأخذ التون هكذا، نضع القليل من الزيت زيت التون، ونضع التونة طبعا، أتمنى أن تكونوا ترون هذا. التونة هكذا نضعوا أحبائي. والآن بعد أن وضعنا انظروا هذا اللون الجميل جدا، نضع البيض هكذا البيض هذه أكلة هي بالبروتينات التي موجودة في البيض وفي التونة. نضع الحار الهريسة التونسية، نضع الحار هكذا، نضع الحار الأشخاص الذين يحبون الهريسة. هذه الأشياء لن نحتاجها الآن، سوف نضعها يعني على حذاء ثم نعود. والله رائحة فواحة جدا. أحبائي هذه هي يعني عبارة اليوم، انظروا ما أزهى وما أجملها، جميلة جدا. انظروا هذه السلطة التونسية لذيذة جدا 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 جدا، بالهناء والشفاء. أحبكم كثيرا، أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. إلى اللقاء في فيديو جديد، باي باي.